الإضراب يعم مدن إيرانية عدة بما فيها أصفهان، وهذه الصور التي وصلتنا قبل قليل لسيارة تمشي ونشاهد المحال التجارية مغلقة، إذن تضامنا مع الاحتجاجات. ونحن نعلم مشاهدينا بأنواع الاحتجاجات يعني في إيران منذ أكثر من أسبوعين تقريبا، منذ مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق. إذن بدأت المظاهرات بمدن كردية حيث تنتمي الفتاة، وتوسعت وامتدت لتبلغ عشرات المدن والمحافظات الإيرانية.